السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد ونهار جديد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين لاباس عليكم. اليوم الفيديو ديالنا حول اللافادورا او الغساله ديال الملابس. كما كتشوفوا انا كنوريكم الغساله ديالي، صافي تخسرت لينا، يعني تخسر لها داك الاخي، يعني واحد ما عرفش كيفاش كيقولوا لها بالعربيه، ماشي الموتور. الموتور مازال صحيح، مازال الماكينه مزيانه ومازال جديده كما كتشوفوا انا كنوريها لكم. ولكن صافي، ما باش نجيبوا المعلم ويصاوبها، وهذه من الاحسن الواحد يشري وحده جديده ويحيد المشاكل عليه. دوزات معنا هذا السامسونج الصراحه 10 سنين، ما عمرها تخسرات ولا تبلوكات. كما كتشوفوا راه عندها سامسونج، عندها بزاف ديال الخصائص، ماكينه زوينه الصراحه. كانت هذه ديال 7 كيلو و1200 ديال الفيلوسيداد ديال سنتريفيوغ، يعني ماكينه لا باس فيها، لا باس بها من الناحيه الالكترونيه، مزيانه، كاليتي مزيانه. دونك ما علينا غير نمشي ونشوف وحده اخرى، غادي ندورو نشوفو ونقارنو الاثمنه ونشوفو اللي غتناسبنا. طبيعة الحال بحثنا باغ انترنيت، نشوفو مقارنه بين الماكينات الغسالات اللي ماشينا لافي. هانتوما معايا، نديرو دويره في لي سونتر تشوفو وتاخدو فكره. دونك مشينا الصراحه لكاع لي سونتر اللي كنعرفو، مشينا الكامبو، مشينا الكارفور، ومشينا الميديا مارك، ومشينا الكورت انجليز. كاع هاد لي سونتر شفناهم، شفنا الماكينات. انا صورت لكم بعض الماكينات اللي خرجوا في التوندونس دابا، اللي راهم على مود، هادو ديال سامسونج اللي خرجوا ديال ايكو، راهم دابا مشهورين. وكنشوفوا لي كاباسيتي، لي ريفيرونس ديال كل لافادورا. بطبيعه الحال خصك تشوف اللي اقتصاديه في الدور، اللي كتصبر، اللي كتهز الملابس بزاف، يعني خصنا نشوفوا بزاف الخصائص في اللافادورات. وبطبيعه الحال الثمن اللي هو مناسب كذلك واللي نقدو عليه. دونك كما كتشوفوا كاينه هاد الماكينه ديال هوفر، هادو من المزيانين حتى هما. هذه ديال 10 كيلو، وكي كتشوفوا فيها تريبل ا وناقص 40% بحال لافادورا ديالتي اللي غادي نوريكم دابا. يعني اقتصاديه في الضو، مزيانه، ماركه مزيانه هوفر. الكترولوكس حتى هي، ويربول، سامسونج، وكلهم تبارك الله ماكينات زعما الصراحه ديال الصح، ومزيانين، كاليتي مزيانه. نخليكم مع الصور ومن بعد نوريكم اللافادورا اللي اقتنعنا بها واللي عجبتنا. شريناها من الكورتينغلاس، لانها هذيك الماركه اللي اختارينا كتباع غير في الكورتينغلاس، ما لقيناهاش في لي زوتر سونتر، لان الكورتينغلاس يجيب يعني بحال كنقولوا حنايا سونتر كوميرسيال دو كاليتي، كيجيب الحوايج مزيانين وفيه بزاف ديال الفاريداد، وفيه بزاف ديال يعني متنوع، كتلقى بزاف ديال التنوع في الماركات عنده، يمكن لك تختار اللي بغيتي. هي البنات يلا جابوها ليا دابا، يلا رصاوها ليا، حطيناها هنايا. دابا غادي ندير لها الغشاء ديالها، البروتيكسيون ديالها، ندير فوق منها السيكادورا، وغادي نشرح لكم شويه لي كاركتير ديالها، كيفاش طريقه الاستعمال وهادي، باش تاخذوا نظره. الصراحه عجبتنا بزاف، غير شفناها في الكورتينغلاس حمقاتنا وخديناها، اقتنعنا بها. دونك البنات هذه هي اللافادورا ديالي، غادي نصور معكم مباشره. راه درت فيها الحوايج، راكم عارفين سيمانه بلا غساله راه
متدكن عندنا الحوايج عمرو، دونك كتشعل من هنا. هادي اعطيكم واحد تقديم بسيط على لافادورا. هادي لا مارك هاير، هي اللي راها في طوندونس دابا في الاسواق. هي لافادورا ديال اسيا، ودابا هاد لي ماشين الكترودومستيكو ديال اسيا دايرين البوم في الاسواق، هما اللي محتلين الرقم واحد في لي فونت في الفونت فينتاس. دونك انا مشيت لكارفور، مشيت للميديا مارت، مشيت لاوشان، مشيت لهذا كاع لي سونتر فين كيبيعوا الكترودومستيكو. وشفت وقارنت، يعني الواحد فاش كيبغي يشري لافادورا خصو يشوف الخصائص ديال كل لافادورا، اش من وزن بغا، واش بغا ديال 7 كيلو ولا 8 كيلو، على حساب العائله ديال كل واحد. الا كانت العائله كبيره من الاحسن تكون لافادورا اللي فيها كتهز الوزن كبير، مثلا 12 كيلو اللي حنا قررنا نشريوها، لان سامسونج اللي كانت عندي كانت 7 كيلو ولا 8 كيلو، 7 كيلو جو كخوا، ما كانش كتهز لنا بصراحه الحوايج بزاف. ولا فادوره فاش كيحددوا الوزن ما كيعنيش ان غادي تهز لك داك الوزن اللي راه محدد. مثلا لافادوره ديال 7 كيلو ما كيعنيش انها تهز 7 كيلو الحوايج، الماكسيموم 7 كيلو، لان سينو راه غادي يعني ما غاديش تحمل الوزن ديالها. هذه ديال 12 كيلو، الحجم كما كتشوفوا راه كبيره، راه دات لي مساحه كبيره وفيها العرض وفيها الطول. دونك هذه ديال 12 كيلو. كنا باغيين نشريو ماركات اخرين، سامسونج، ويربول، كما شفتوا في الفيديو، ولكن عجبتنا هذه بزاف والخصائص ديالها. اولا فاش كيبغي الواحد يشري لافادورا خصو يشوف انها اقتصاديه في الضوء. هذه عندها تريبل ا بلس، زائد فوق من تريبل ا بلس عندها 40% ناقصه، يعني ما كتستهلكش كاع الضوء. خاصيه اخرى انها كتشعل بالضوء، هنايا كتشعل بالضوء، كنشوفوا الحوايج، مثلا كنشوفوا الحوايج الداخل. وثالثا كتوزن الحوايج، يعني الكميه ديال الماء اللي كتستهلك على حسب الوزن اللي راكي دايره ديال الحوايج تما. كتشعل على هذا البوطونه ديال الانسانديدو، هي اوتوماتيك تاكتيل. هنايا عندها هاد البوطون اللي كتسيليكسيوني به اي حاجه بغيتي، حوايج الدراري الصغار، حوايج مخلطه، تصبينه سريعه، اكسبريس 15 دقيقه، سنتريفوغا، ولا بغيتي غير تعصري، حوايج ديال القطن. وهي كتجي عاطيك الخاصيه ديال اوتوماتيك، ويمكن لك تبدل اوتوماتيك وتبدل الحراره، تبدل التوقيت، انت تخصص الاكلارادو اللي بغيتي، سنتريفوغادو كذلك. هنايا عندنا في مانشاس، على حسب المانشا، الا كانوا حوايج الدراري الصغار كدير مانشا ديال اليدين، تبقى ها نتوما كيحدد لك اي نوع ديال هذا، كتختار. مثلا انا دابا هنا درت واحد لافادورا ديال الحوايج ديال بنتي ديال المدرسه، ديال السيمانه، حوايج الدار، حوايج السيمانه، درت هنا الغودون، ودرت بان فيها شويه ديال المانشاس، دونك عطاتني تحديد ديال دقيقه و26. غادي نحل الطامبور من هنايا، لانه وجدت هنايا البنات الصابون اللي كنستعمل وهذا باش يكون على اليد. دونك الطامبور هو هذا، نتوما كاينين لافادورات عندهم طامبور صغير، هذه الطامبور ديالها كبير، فيها 4 ديال لي كومبارتيمون. كندير هنايا الباستيه ديال الكاي، راه دائما كنشاركها معكم في السفره ديالي، بالي غادي ندير هنايا الباستيه. هنايا كنديروا سوافي سانتي، انا كنستعمل هذا اسول دابا ما بقيتش كنستغنى عليه، كيخلي الحوايج بواحد البارفان، اش غادي نقول لكم. اي عفوا، هنايا سوافي سانتي، بنادم في المباشر كيخلط كلش. هنايا دونك هنايا غادي ندير الصابون، راه غير طابون واحد راه فيه الكفايه، كنديرو هنايا الصابون. والصابون كما قلت لكم صافي، ما بقيتش كنبدل هذا بلانكو كولوري هذا،
زوين ديترجنت ديال بوسكي وردي ديال ميركادونا عجيب كيخرج الحوايج صافيين. بنتي راه كانت كتغني وقلت لها بنتي راني كنسجل، فسدات الباب باش ما تصدعكمش. وهنايا في هاد هنايا يا اما كدير ديزانفيكتون، انا كندير هنا هذا ديال انتي مانتا، حتى هو عجيب هذا كيحيد كاع الطبايع اللي كاينين، كنديروه هنايا. دونك هذه خاصيه لان اللافادورات ما كيجيوش بربعه ديال لي كومبارتيمون، كيجيو غير بجوج. هنايا سي تان بلوس الفافور ديال اللافادوره. الخاصيه اخرى ان هذه اللافادوره فيها السنتريفيغادو ديال 1400. نشعلها كما قلت لكم كتختاروا، انا غادي نختار الغودون وغادي نمشي لهنا المانتشاس وغادي ندير مانتشاس ديال الماكله. كتعطيني ساعه و 26 دقيقه. هنايا اكلا رادو الا بغيتي، انا ما باغاش، انا غادي نخليه هنا اكلا رادو. المهم الخصائص كيبانوا هنا كاملين واضحين واضحين واضحين. وكنعطيوها هنايا تشعل. وبطبيعة الحال فاش كتسالي اللافادورة كدير واحد النوع من الموسيقى كتعلمك بانها راه صافي سالات. يعني هذه حتى هي خاصيه نضيفوها للمزايا ديال اللافادورة. وصافي هنا راني كنخرج الحوايج. الحوايج الصراحه كيخرجوا تقريبا يابسين يابسين تماما. هانتوما راها كبيرة، نص الكيلو الطنبور، شوفو قداش كبير كبير. ويلا صافي جبدنا الحوايج، دابا غادي نديروهم ييبسو. راه كيخرجو ناشفين، هانتوما ناشفين ناشفين ناشفين. ويلا تهلاو لي فراسكم، نتمنى تكونوا استفدتو من الفيديو. فكرة لي ناوي يشري اللافادورة يفتش ويشوف ويختار ويقارن الأثمنة. بطبيعة الحال كل واحد يمشي على الميزانية ديال الدار ديالو واللي يناسب عائلته. وهو هذا الفيديو جاء على النهاية ديالو. نخليكم في أمان الله، تهلاو في راسكم، شاركوا الفيديو باش تعم الفائدة مع الأصدقاء والأحباب، وتهلاو لي في راسكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.